السلام عليكم ورحمة الله. الزول في اللون، أمور بدات تكشف. الفريق الوطني اللي بدا يدور به شنقريحة وتبون وجاب يجيبوا له النحس، كاين أمور أخرى اللي راهي متسبة في التعثر ديالو. مصادر يقولون باللي الجو داخل الفريق الوطني ما يعجبش. لماذا؟ لأن اللاعبين وبالماضي لاحظوا بعض الأمور اللي عمرهم ما شافوها من قبل، ما شافوهاش في كأس أفريقيا في 2019 لما كان خير الدين زطشي على رأس الاتحادية. الخطرة هذه واش صرا؟ شارتر كامل جابوه من الجزائر باش معمر برؤساء الرابطات لي ليغ دو ولايه، لي ليغ ريجيونال، لي ليغ دو ولايه، الحباب الحباب وكالكو سيبورتير تاع الحباب جايبينهم في اي بي. الشارتر يحط في الايروبور، البوس يديهم اوتيل 5 اتوال خير من تاع لي جوار تاني، ومن بعد يروحوا للستاد يربعوا يديهم. مي سيبورتي ما والو. قبل ما نكمل نخليكم تسمعوا لهذا المناصر اللي وليد الشعب يروح بدراهمو تو لي ديبلاسمون كيف وكيف تجمع معاهم واحد 70 قال لك واحد. ها هو يعطيكم نظرة مليحة بعد نكمل واش كاين عندي. اتفضلوا اسمعوه. روح جيب لي فري سيبورتير من لاجيري اللي يزعزعوا الصاد، يزعزعوا الصاد كيما الغنية هذيك كي يشوف قسامون هذيك الدمعة في عينيا والارض زعزع بيا، زعزعوا الصاد صح. حنا 15 واحد ولا 20 ما قدرناش. بالك من بعد زعما شغل الرئيس الفاف تاعنا شغل زعما كي جاب 45 تاع الرئيس الرابطة الرؤساء الرابطة هذوك يا خو كبار، هما كبار في السن، علاش تجيبهم؟ علاش تجيبهم؟ أنا على بالي عندنا رابطة جهوية تاع الجزائر في الدولة ما على بالناش. يا خو جيب لي المراسلين، حبي تعاون ياك باطل باطل، هما باطل. جيب المراسلين تاع تشاكر يا خويا الشتا تاكلهم والبرد ياكلهم. انا جيب لي رؤساء الرابطه واش ندير بهم انا يا خويا؟ اللي يحب يزعف يزعف خويا، كلمه الحق تقال نقولها منا خويا من الدوله. انا واش شفت عينيا شارتر ديريكت الي روتور باطل بيس مصطاد، احنا ما شفناهمش كاع بصح انا نهضرها باسكو مع البلبلي كاينين كاينين مصطاد من لوتيل اكوا 5 ايتوال شي با الله يسهل عليهم خدمه تاعك ناسيونال شغل مدعمين. وحنايا بالطوموبيلات بدراهم بالاخر وبالسيف تلصق في الكورتاج وحدك باش تلحق الاستاد. علاه؟ باش نلحق اون فورم. ياك عندنا 90 دقيقه حنايا في المدرجات نقدموا كاع واش علينا. علاه؟ باسكو ليكيب ناسيونال تحتاجنا ثما. يا خويا بعثوا لنا اسطول كيما ضربه تاع 2009 ماشي 2009 مصر، مصر كنا شت الله يبارك غزيناها ما شاء الله. ربي كان معنا كتبها لنا بصح لا الجوار يزيد بالجمهور، الجمهور هو الصاحي. كان على بالكم بلا ما نهضر هذه، احنا ما اسكو شتو من راس كتنا ولا ياك؟ احنا بدراهمنا مانيش زوخ ولا، احنا كاع خدامين جماعه كاع خدامين. انا في سيراميك امبورتاسيون سيراميك عندي 20 سنه. عصام نقول لكم عصام يشري لكم كاع، مانيش نزوخ به ولا خويا. ما على باليش قلقونا كالكو الذباب الالكتروني هذوك اللي جاي يحش شويه في الفيسبوك ما يعرفوش كالكو زان، بصح اللي يعرفوا نروحوا بدراهمنا خاوتنا بعرك جبيننا من البكري. يجي بعد رئيس تاع الفاف يقعد الفوق في اي بي الله يسهل عليه رئيس فاف، بصح ما جبناش اللي قاعدين يا خويا. ديك النهار درت نداء على لي تي شيرت او دائما 20 واحد، احنا كنا 75 80 ذي مره قريب 100 قريب 100 بالك. بصح حنا باش تعرف باللي هاك الوهران اللي جا وحده غير شفنا هكذا، رحنا اللي هجمناهم حنا في لوتيل وبقات له خمس ايام في لوتيل تاعو وجي لهنا بصح يقعد معانا باسكو حنا الشعب الجزائري والمناصر موحد. باش موحد وراه الاعلام بالاعلام هاوليك هذا كاع كاع المايو كاع تحبوه. وانا على بالي بلي هذه الهضره اللي نهضر فيها اي واحد واي مناصر جزائري واي شعب تاع الجزائر يحبوا الهضره هذه. علاه؟ باسكو هم حابين يهضروها. لو كان تروح اي شوف اقسم بالله تروح لكاع الشعب الجزائري والله غيهضر لك الهضره هذه وبالك بلوس بالك فلوس يا خويا. هبط لك المورال من المسؤول تاعك خويا، ماشي المسؤول كاع، كاين مسؤول واحد شكون؟ رئيس خويا شرف الدين عمارة. نزيد سؤال واحد اخر للرئيس يا شرف الدين عمارة، اعطيني برك وعلاش جبت رؤساء الرابطه؟ رؤساء الرابطه يخدموا في الجزائر، حنا ما قلناش جيبنا، حنا ما نجوش، حنا معاه، حنا نجيب بدراهم ناس وخدامين. جيب لنا صوت زياده قرزي هايل 90 دقيقه معنا يا خويا يستاهلوا باسكو الشعب الجزائري كاع يستاهلوا باسكو هادو الدراهم
ماشي دراهم تاعك ولا تاعي ولا تاع البريزيدون ولا دراهم الشعب الجزائري خوتي، حنا تاع سبور وان تو تي في فالجيري، وسمحوا لي. السلام عليكم. فوالا هذا راهو في عين المكان وراهو حكى واش راهو صاير. كاين درك نقطة أخرى، لأنه الآخر يقول لك جيبوا لنا مناصرين خليو الناس تجي، ما يجيبوش وما يخلوش. وعلاش؟ خايفين من مناصرين تاع المولودية والياسمة ولونطونت والسياسي والامسيو والحراش والزوجي. سمعت هادو اللي يجوا يردوهم اغاني الحراك. نعم، لانه هادو هما اللي شعلوا الحراك تاع الصح انصار كرة القدم. وهادو لما يدخلوا للتريبون ويناصروا الفريق الوطني يلعبوا دور تاع الصح، ماشي شغل هذوك اللي يجيو كل شيء بين كوسي قبة. ماشي قبة، جاي الطيارة خاصك واش خاوة. علاش؟ رزق باباك اسي شاف الدين عمارة ولا باش تجيب دي بريزيدون ليك. ها الطيارة خالصة، لوتيل خالص، يتفرج واش يقدموا. ما با يصفقوا، ما با يصفقوا. فوالا هاو ليك الفساد وين راهو، هاو الخماج، هاو السبب تاع الخسارة، هاو السبب تاع الخسارة. ها كي يبداو يديرو الانتهازيين، يبداو يديرو بالفريق الوطني، تبدا الخسارة، تبدا المشاكل، ويبداو يلعبو على المورال تاع لي جوار، وعلى المورال تاع لونترينور، وعلى الآخر وكذا. هاي ليك وين راهي لنا، لأنو حتى بعض الأنصار اللي راحوا لي زونتريي سو لو فولي. خلينا ما نهضروش على اللي راحوا بدراهم كما السيد هذا اللي يتكلم، راه يخدم في السيراميك عند روحه، ما هو محتاج لحتى حلوف. ربي يزيد له ان شاء الله، سمعتو يكثر من نتالو. ونقول له يا ولدي بالك، رد بالك من عصابك، شنو ما يديروا لك كي تدخل. هو هم مسكين هضر فوتبال، دورو دوك يديروها البوليتيك. لانه عماره شكون جابوه؟ جابوه، جابتو العصابه. من وقتاش كاين تبع الفوتبال عمار هذاك؟ شو واحد شافو نهار في ستاد؟ حتى سمعنا بها حكم السيربي، هو كان حطو في السنتية تاع الدخان، ما ولا حكم السيربي ولا حكم عفوا بلا حكم لافاف. دونك ما يجيبوش لي فري سيبورتار، يجيبوا لك الانتهازيين اللي يحطوا المورال للجوار. ربي يقدر خير بلادنا، ربي بعد علي الحرام، ربي يستر فريقنا غدوه ان شاء الله. انا خايفين كش ما تصرالو على جال وجوه النحس هادو. السلام عليكم ورحمه الله.